نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والإسبانية تدريبا مشتركا استمر عدة أيام بالمياه الإقليمية المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط. وقد شارك في التدريب عدة وحدات وقطع بحرية حديثة ومتطورة من الجانبين. نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والقوات البحرية الإسبانية تدريبا مشتركا استمر لعدة أيام بنطاق المياه الإقليمية المصرية بالبحرين المتوسط والأحمر. شارك في التدريب عدد من الوحدات والقطع البحرية الحديثة والمتطورة من الجانبين، شملت حاملة المروحيات طراز مسترال أنور السادات والفرقاطة جويند والغواصة 41 ألمانية الصنع والفرقاطة الظافر والقرويط السويس من مصر، بجانب حاملة الطائرات الإسبانية خوان كارلوس والفرقاطة الإسبانية بلاس دي ليزو. وقد تضمن التدريب المشترك العديد من الأنشطة، شملت رمايات بالذخيرة الحية واستخدام الطيران الهليكوبتر في مساندة أعمال قتال التشكيلات البحرية ليلا ونهارا. وتنفيذ تشكيلات إبحار وتموين السفن بالبحر. وممارسة حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، والتدريب على اكتشاف ومكافحة الغواصات المعادية، والتي أظهرت المستوى المتميز للعناصر المشاركة من الجانبين في تنفيذ المهام تحت مختلف الظروف. واختتم التدريب بزيارة قائد القوات البحرية الإسبانية إلى قيادة القوات البحرية المصرية بالإسكندرية، والمرور على التشكيلات المشتركة بمصاحبة قائد القوات البحرية المصرية، بما يعكس عمق ومتانة العلاقات بين البحريتين المصرية والإسبانية. يأتي ذلك في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز أوجه التعاون العسكري بما يدعم الأمن البحري للمنطقة. يأتي التدريب بالتزامن مع مخططات القوات البحرية لتأمين الأهداف الحيوية والاستراتيجية في عمق المياه الاقتصادية الخالصة بجمهورية مصر العربية وعلى امتداد المسرح البحري، حيث تنفذ القوات البحرية عمليات التأمين باستخدام كافة الإمكانيات المتوفرة من وحدات بحرية حديثة ذات قدرات قتالية عالية من حاملات المروحيات طراز مسترال والفرقاطات والغواصات، بالإضافة إلى عناصر القوات الخاصة البحرية والتي تتميز بخفة الحركة وسرعة رد الفعل لمجابهة جميع أنواع التهديدات للحفاظ على مقدرتنا الاقتصادية.